مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم برحب بكل مداخلاتكم برحب باتصالاتكم وبتواصلكم معنا في برنامج عبر الكتاب بعد وقت توقفنا فيه عن البث المباشر في الحلقة آه الإسبوعية يوم الثلاث في نفس الميعاد بنرجع تاني وبنعود وبنكمل تاني دراستنا في سفر الخروج للي متابع معنا آه برحب بيك دكتور أشرف عزمي بعد فترة من التوقف وحابب قبل ما ما نستمع للأسيس الدكتور اشرف عزمي حابب بالنيابه عن كل اسره القناه واسره البرنامج وكل العاملين ان أقدم لي التعازي عن انتقال الست الفاضله الوالده وبنشكره جدا الحقيقه لانه معانا النهارده وبنشكره لانه واقف ومسنود ومتقوي بالرب اكيد بالرب. وبنصلي من اجله وبخلي يعني كل حد النهارده معانا بيتابع معانا البرنامج يشاركنا الصلاه من اجل الدكتور اشرف ان الرب يكمل بيه وخدمته ويسنده هو واسرته. انا بشكرك اخ بيتر وبرحب كمان بكل الاخوه المشاهدين في كل مكان لبرنامج عبر الكتاب وحابب كمان اشكركم لاجل يعني غمرتوني الاسبوع اللي فات برسائلكم وبكتاباتكم على الفيسبوك او على الماسنجر او البعض فيكم كمان كان بيتصل وبشكر الأسرة اللي ربنا باركني بيها أسرة قناة الحياة لأنها فعلا من, من هارون إلى كل العاملين كانوا سند حقيقي في صلواتهم وتعاضدهم لينا ونشكر رب الأجل الذين سبقونا للمجد فنحن لا نحزن كالباقين لكن أوقات بيبقى الفراق صعب كتير أكيد أكيد لكن رب صالح شكرا دكتور أشرف بنكمل دراستنا في سفر الخروج النهارده هنتكلم في موضوع جميل جدا وشيق جدا وهيزيدك من المعرفه في كلمه الله وبالتحديد في العهد القديم في موضوع هام جدا جدا كله معاني جميله وكله معاني روحيه هنستفيد اكتر مع الدكتور اشرف عزمي حول موضوع خيمه الاجتماع م. ابدأ لنا يعني من أي مكان أنت حابه لأن الموضوع كبير أنا عارف آه طبعًا خيمة الاجتماع من الـ الـ النصوص المهمة جدًا في الكتاب المقدس اتكلمنا عن آم يعني آم إعلان حضور الله وسط شعبه في القديم وطبعًا دي ليها رموز جميلة جدًا في العهد الجديد لكن أنا حبيت كمان أحط عنوان مش بس مجرد خيمة الاجتماع لكن حطيت الله القدوس يلتقي بالإنسان الخاطئ ازاي ربنا يلتقي بالإنسان الخاطي إذا كان الله قدوس والإنسان فعلا خاطئ فمفيش مفيش أبدا نقطة طلاق نقطة الطلاق الوحيدة هي من خلال خيمة الاجتماع وعشان كده اللي يدرس فينا سفر الخروج يعرف أنه خيمة الاجتماع جت تفاصيلها بعد الوصايا العشر وبعد إعطاء الله الناموس لموسى والسؤال دايما هو طب هو ليه جت بعد كده ليه ما مش جاتش قبل يعني. يعني ليه ما جاتش التفاصيل الاول عن خيمه الاجتماع م. والنظام الذبائح الى اخره م. وبعدين ربنا يدي الـ الـ الوصايا والناموس لموسى م. اعتقد لانه في حاجه مهمه قوي لانه الانسان هيفشل في حفظه للناموس فيش حد هيقدر يطيع الناموس كاملا لانه م. الجميع زاغ وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا, ولا واحد, واحد. فبالتالي بسبب الطبيعة الخاطئة اللي توارثها الإنسان وبسبب ميوله إلى الخطية الإنسان هيكسر الوصايا طب الانسان لما يكسر الوصايا أين يذهب هل كسر الوصايا يعتبر هو نهاية المطاف أم أنه ممكن الشركة مرة تانية يحصل لها نوع من الريستوريشن إنه, أنه يرد نفسي م. يهديني إلى سبل البر طب ازاي أنا يعني أرد مرة تانية إلى الشركة مع الله من خلال خيمة الاجتماع م. من خلال الذبائح من خلال الدم الذي يسفك لأنه اللي 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 بدون سفك دم لا, تحف... لا تحصل مغفرة آه فأقدر أتقدم مرة تانية و... وأقدر أنال غفران بإيمان م. وأقدر أقيم علاقة مع الله وشركة مع الله م. من جديد من خلال خيمة الاجتماع يعني حضرتك بتشير لنقطة مهمة جدا انه في ترتيب ما آه جاتش كده ان الوصايا العشر قبل الخيمة مم. لا ده القصد الإلهي آه ليه قصد إله بزبط. الله ليه قصد إله انه يعمل الترتيب ده آه. لكن في سؤال بيفرض نفسه يعني هل مم. دلوقتي الانسان بعد الخيمة توقف عن الخطية لا الفشل أيضا ال ال الخيمة هنشوف لها أبعاد وهي مم. يعني اكتمال اكتمال رموز الخيمه او اكتمال اه ان الخيمه كانت ظل مم. للعتيد ان ياتي وهو شخص الرب يسوع اه الخيمه ما كانتش بتغير قلب الانسان مم. الخيمه كانت بتدي الانسان فرصه جديده انه يدخل الى الشركه مع الله وانه ينال غفران مم. لكنه ما كانتش بتغير جوه طبيعته طبيعته مم. إنما المسيح يسوع الكلمة المتجسد الذي حل بيننا ورأينا مجده مجداً لما أتى إلينا الرب يسوع في عمل الفدائي بيغير طبيعة الإنسان بيغير بالروح القدس بيغير جوايا بدل ما أبقى إنسان عندي ميول الخطية بيبقى إنسان عندي ميول للقداسة بدل ما أبقى إنسان عندي ميول للشر ببقى إنسان عندي ميول للبر ممكن اسقط لكنه الميول عموما الطبيعه ربنا غيرها جوا يعني يعني مش ممكن تحول خنزير تجعله الى خروف كويس الخنزير هيظل الخنزير م. يعني حتى لو لبسته وحميته وحطيت له برفان اول لما يشوف مستنقع مياه ووحل هيجري عليه لان دي, دي, دي طبيعته, طبيعته كده آه انما الخروف آه طبيعته مختلفه اذا اذا اذا, إذا إتعاص بالوحل ما يبقاش حابب نفسه، يبقى كاره نفسه. الرب يسوع عمل معانا كده انه حول الاشياء العتيقه قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدا، فبموت المسيح وبقيامته وبعمل الروح القدس، الله بيغير قلوبنا عشان كده بنقدر يكون لنا طبيعه جديده تحب الله وتحب البر وتحب القداسه بالرغم من وجودنا في الشر. والعالم الشرير والخطيه من حولنا وده فعلا اللي شفناه في المشهد اللي احنا قدامه يعني في في الوقت اللي كان موسى بيستقبل فيه التفاصيل ولا وكل ما قال الله له عن خيمه الاجتماع كان الشعب بيزني تحت <تصفيق> وكان <تصفيق> الشعب بيعبد العجل الذهبي فكيف كان الله يرتب لهم هذا وهم في في نفس الوقت بي بياكدوا خطيتهم بياكدوا سقوطهم <applause> خلينا نرجع لخيمه الاجتماع م. ونقول انه انه التفاصيل اللي ربنا اداها لموسى في خيمه الاجتماع بتاكد لينا حقيقه مهمه قوي. اول حقيقه بتاكدها لينا انه الخيمه ليست من اختراع انسان، م. يعني خيمه الاجتماع مش من اختراع موسى، موسى ما جاش كده قال ايه؟ ايه رايكم يا شيوخ اسرائيل؟ آه انا عندي فكره م. انا احنا ممكن نبني خيمه و و ونقول ان ربنا موجود فيها م. انما الخيمه دي اساسا هي فكره وتصميم الله م. يعني يعني اللي يقرا فينا الكتاب المقدس يعرف انها فكره وتصميم الله وليست من اختراع انسان عشان كده يقول بحسب جميع ما انا اريك من مثال المسكن يعني ربنا بيقول لموسى وهو على الجبل بيقول لموسى موسى انا وريتك مثال هذا هو المثال كويس ال ال الماكيت اللي ربنا وراه له احنا مش عارف بس ما عندناش تفاصيل عنه، بس موسى شاف حاجه م. والرب بيقول له بحسب ما انت شفت وحسب ما انا وريتك هتعمل بالظبط تنزل تحت تعمل اللي انا ايه؟ اللي انا وريته لك، حتى العمال يعني بصلائيل وغيره اللي كانوا بيشتغلوا في الخيمه في تفاصيلها وفي رسوماتها وفي تصميمها م. وفي الشغل الذهب وشغل الفضه والنجاره الرب منحهم حكمه من عنده يعني يعني سكب عليهم من روح القدوس حكمه وفهم م. الله لم يترك امر ولو بسيط جدا في الخيمه لخيال الانسان وفكر الانسان. دي نقطه مهمه جدا ليه؟ لانه بتاكد لنا انه الخيمه اساسا هي فكر وتصميم الله وليس من اختراع الانسان. الحاجه الثانيه الخيمه يعني لو موسى حب يعمل خيمه م. هو تربى في مصر في قصور مصر 40 سنه و... وشاف الاهرامات وشاف الأهرامات وشاف, ال... وشاف المباني الضخمه كويس طب ما لو انا عايز اعمل حاجه بقى تو أتراكت الناس انه اجذب انتباههم مم. ما نعمل حاجه يعني عظيمه, عظيمة. مم. يعني يعني ف... ف لكن الخيمه من من شكلها من بره ملهاش ش... يعني منظرها مش جذاب ملهاش هيبه ملهاش هيبه مم. منظرها مش جذاب يعني ليست كاهرامات مصر وليست كالمعابد الوثنيه اللي موجوده في كنعان او اللي موجوده في ما بين النهرين، فمنظرها من الخارج ليس جذابا، واعتقد انه ده بيورينا قد ايه انه الخيمه دي اساسا هنشوف فيما بعد، الخيمه دي هي رمز للمسيح، مم. الذي عندما ننظر اليه ولد في مزود للبقر ولد في بيت فقير م. اتربى في الناصرة من الناصرة يخرج شيء, شيء صالح. صالح لم يكن من الملوك والأمراء والأغنياء اللي كانوا في عصره منظره من بره لا منظر له فنشتهيه ولا جمال فننظر اليه محتكر ومخزول ورجل اوجاع ومختبر الحزن لكنه في طبيعته في عندما ننظر الى داخله زي الخيمه لما نخش جوه ونشوف الذهب والنقاء والجمال اللي فيها من جوه ندرك ان المسيح انسان كامل واله كامل أي نعم بننظر إليه من بره كأي إنسان عادي لكنه من جوه عندما نتلامس مع ما في داخله ف... فاندهشوا لأنه كان يعلم بسلطان وليس كالكتبه والفرسين مم. اندهشوا من الحكمه الخارجه من فمه مم. اندهشوا من سلطانه على الارواح الشريره وشفائه للامراض اندهشوا من سلطانه على الخطيه وغفران الخطايا يعني يعني ف... فالخيمه بتفاصيلها الدقيقه دي جدا هي في مجملها رمز للكلمه الذي صار جسدا وحل وحل بيننا فدول ملاحظتين مهمين قوي آه لما بنيجي آه نقترب الى الى دراسه خيمه الاجتماع، الحاجه الثانيه ويمكن آه يعني البعض بيسال طب هو ايه هو الغرض؟ يعني ايه الغرض من م. من من انك تعمل خيمه و و وتكون موجوده في وسط الشعب؟ ايه, م. إيه الغرض منها؟ اعتقد في اكتر من غرض. في آه غرض كان وقتي وفي غرض كان آه مستقبل. مستقبلي. مستقبلي. الغرض الوقتي انها كانت مكان للعباده. م. يعني يعني ربنا فصل ما بين شعبه وما بين الاوثان. م. وشعب اسرائيل عاش في مصر وراى عباده الاوثان، وراى المصريين وهم بيعبدوا الاوثان، وراى تماثيل، وراى راى يعني البعل، وراى سوري يعني التيس، والمصريين كانوا بيعبدوه، وراى الشمس والرموز للشمس والمصريين كانوا بيعبدوها. راى ايضا كل الحيوانات كان المصريين بيعبدوها بتماثيل مختلفه حتى القطط والجعران اللي هو الخنفساء كويس يعني النهارده لو شفت خنفسه بتدوس عليها برجلك لكنه كان المصريين بيعبدوها م. فكان لكل العبادات كان ليه هناك تماثيل وبعدين يجي هنا ربنا عايز يفصل ما بينهم وما بين شعب اسرائيل فربنا قال لهم بص عبادتي مختلفه عن عباده الاوثان انت هتيجي الى الخيمه دي بالايمان مش هتجد تمثال ولانه لا تصنع لك تمثالا منحوتا ممن من في السماء او من على الارض وانه مش هتجد تمثال ولما هتيجي مش هتجد حاجه بتمثل الله او بتشبه الله لانه الله ليس له شبه لكن هتيجي بايمان هتيجي الى باب الخيمه وانت حامل الذبيحه بتاعتك كويس وهتيجي لكي ما تعبد الرب الهك بالروح وبالحق كويس فالخيمه كانت مكان للعباده عباده الرب يهوى وده ده الاساس انه انه من خلال هذه العباده يقترب الانسان الى الله ويتلامس مع شخص الرب العباده يعني يعني الانسان الخاطي هو اللي يروح اه علشان يغتسل علشان و... وي... يقدم ذبيحه عن خطاياه آه. و... ويتطهر من خطاياه و و ويعيد الشركة بينه وبين الرب اللي اتقطعت بسبب الخطيئة ولا لازم يكون لائق للذهاب لهذا القيم لا أولا أولا ما حدش فينا لائق أنه يذهب لله كتير بيظن أنه <applause> يعني أنا مش كويس عشان أروح الكنيسة أه ما دي دل أنا دل مش ده المفهوم ف... لما بقى جاهز خلينا أقول ده المفهوم الشيطاني اللي بيضحك بيه على الشيطان علينا م. يعني الله أنت بتقول ربنا قدوس أه وربنا طاهر أه طب إزاي تروح له وانت خاطئ أه صح فكرة أنا بقى أعمل إيه؟ أستنى شوية يمكن أبقى كويس وأروح لربنا، لأن لو رحت لربنا دلوقتي ممكن ما يقبلنيش. مع إنه الرب يسوع قالها بكل وضوح، قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل, بل المرضى. المرضى ولم أدعو لكي ولم آتي لكي أدعو أبرارا إلى التوبة بل خطاه. فلابد إن أنا أدرك إن أنا ما أقدرش أغير نفسي، الإنسان مش هيقدر يغير نفسه. الإنسان مش هيقدر بذاته يجد قبول عند الله. <applause> لابد انك تأتي معترفا بخطاياك زي ما انت الى الرب ومعترفا بخطاياك وتطلب من الرب انه يغيرك انه <applause> انه يطهرك انه يغسلك ف انا عمري ما هبقى كويس لو قلت انا لما ابقى كويس اروح لربنا انا مش <applause> مش هبقى كويس لكن انا بروح لربنا وانا وحش علشان ابقى كويس لانه انا بروح للدكتور علشان انا مريض. م. ليه طب انت ليه بتروح؟ عشان ابقى كويس، عشان ابقى صحي. علشان المرض اللي عندي ده يشفى. انا مش بروح للدكتور لمجرد ان انا بقول انا رحت للدكتور وخلاص، انا بروح وانا عندي غرض انه انا عارف انه عنده علاجي وممكن يعالجني. م. وممكن ابقى كويس. فانا بروح للرب زي ما انا، كما انا وليس لي عذر لديك. الا الدم المسفوك عني من يديك م. اتي انا يا حمل الله الوديع فزين أنا تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم أمين. فالخيمه كانت مكان العباده م. ده اول حاجه م. الخيمه كمان كانت مكان للشهاده كده يطلق عليها خيمه الشهاده م. يعني يعني Uh, the tent of uh, witness يعني uh, خيمة الشهادة طب هي بتشهد عن ايه ايه بقى ليه سميت خيمة الاجتماع خيمة الشهادة مم. لانها اول حاجة بتشهد على حضور الله وسط شعبه يعني الخيمة الله زي ما قال الرب لسليمان انه وداود نفس الحكاية قال له انت عايز تبني لي بيت انه انا لا اسكن في بيوت انه انا املا كل الارض يعني السماوات يعني آه يعني آه الله الله يملا السماء والارض موطئ لقدميه ف فما فيش مكان يحدني يحد, يحد الله لكنه في مكان يعلن حضور الله وده الفرق فخيمة الاجتماع هي مكان لاعلان حضور العش كده الله كان بيعلن حضوره في الخيمه من خلال السحابه اللي كانت بتظلل شعب اسرائيل وتظلل الخيمه في النهار ومن خلال عمود النار اللي كان بيبقى موجود بالليل عشان كده لما كانوا يحبوا يتنقلوا يعني مثلا هما موجودين في مكان هنا طب امتى بقى يرحلوا يعني امتى الخطوه اللي جايه يروحوا للمكان ده لما السحابه تبدا ايه تتحرك كويس لما عمود النار يبدا هي الجايد بتاعهم هي الجايد بتاعهم فالخيمة الاجتماع هي اعلان مكان لاعلان حضور الله وسط شعبه كويس الحاجه الثانيه هي شهاده على نقاء وطهاره الرب يعني الل لما نقرا في خروج ابتداء من عدد اصحاح 25 نعرف انه في التفاصيل بتاعت خيمه الاجتماع اكثر من 30 مره كان الرب يقول قدس قدس يعني, يعني كان مقدس مكان مقدس مكان بلا اخطاء بلا عيوب بلا نجاسه بلا شر الخيمه كانت اعلان لقداسه الله بتعلن طبيعه الله للشعب عشان هي... كده ما ارهب وجود الله شعبه ومن هنا الشيطان بيستخدم هذا التعبير وهذا المفهوم اللي بتقدمه عن خيمه الاجتماع او عن الكنيسه في وقتنا انه ده مكان مقدس كيف لي انا الخاطئ النجس ان اروح هذا المكان المقدس ما هو أنا رايح المكان المقدس ده علشان أبقى أتقدس. آه. أنا مش رايح علشان أنشر شري. <applause> أنا رايح علشان أتغير. إحساسي بإني رايح من أدنو من القدوس كويس بيخليني أتراجع وأتوارى إلى الوراء. زي ما يكون واحد عنده فيروس مم. وعارف إنه جوه المكان دون في علاج الفيروس بيقول لك أنا مش عايز أدخل المكان ده عشان ما أنشرش الفا طب ما أنت هتموت. مم. لا انت ادخل لانه في جوه علاج للفيروس م. موجود. فدخولنا الى محضر الله هو اللي بيغيرنا. م. مش العكس ولازم يعني مش العكس م. مش العكس. كمان الخيمه شهاده على حمايه الله لشعبه، الله بيحمي شعبه، وجود السحاب بالنهار وعمود النار بالليل هو اعلان لحمايه الله، الله بيعتني بشعبه. وشهادة كمان على تدبير الله للانسان الخاطئ، اين اذهب عندما اكسر الوصايا اين اذهب عندما اخطي اين اذهب عندما اعوج المستقيم م. اين اذهب عندما افعل الشر واخطئ في حق الله وفي حق الانسان م. اروح لمين م. ازاي انال الغفران وازاي انال الفداء وازاي انال الشركه مره ثانيه مع الله من خلال الذبيحه م. من خلال الدم اللي بيسفك من خلال مرواحي إلى خيمة الاجتماع لكي م. ما أجد غفران وفداء وشركة م. لأنه بدون سفك دم مش هتحصل مغفرة كويس فده ده يمكن الغراضين اللي هم خلينا أقول إيه الغراضين اللي كانوا وقتيين مرتبطين بشعب إسرائيل م. في غرض بقى آخر وجميل جدا هو الغرض النهائي اللي أقدر أقول عليه إنه الخيمة كظل يقودنا الى الحقيقه مم. يعني اذا اذا رايت ظل يبقى في حقيقه وراه كويس آه والحقيقه اللي وراء الظل دي هي شخص المسيح نفسه فالخيمه هي رمز للرب يسوع ليه لانه حتى لما تيجي للايه الموجوده في انجيل يوحنا الكلمه صار جسدا وحل بيننا كلمه حل بيننا معناها نصب خيمته وسطينا سكن بيننا. سكن بيننا، زي ما خيمة الاجتماع هي إعلان لحضور الله وسط شعبه، كذلك أيضاً المسيح عندما أتى إلينا هو إعلان لحضور الله وسط شعبه، الكلمة صار جسداً وحل بيننا. يعني الله بيننا. الله كان مشتاق إنه يصنع مكان إنجاز التعبير ليسكن وسط شعبه ويلتف شعبه حوله من آآ آآ يلتف شعبه من حوله ويسكن وسطهم م -م. و و ومن هنا يأتي حضور الله بالظبط ومن هنا يبقى في شركه شركه وعلاقه بين الله وبين شعب ده ده بدأ من خيمة الاجتماع اه من الوقت ده بالظبط وتمهيدا للكنيسه ما اه يعني يعني ال تمهيدا للكنيسه اللي هي جسد المسيح م لكن كمان تمهيدا للمسيح نفسه اللي فيه كل يمكن عناصر الخيمة بتتحقق فيه يعني كذبيحة كتطهير لخطايانا كنور للعالم كخبز للعالم كعهد جديد بركة كل ده بيتحقق في شخص المسيح اللي ترك الكنيسة النهاردة لكي ما تكون أيضا إعلان لحضوره وسط العالم اللي عايشينه النهاردة ليكون المركز بالظبط في الوسط بالظبط يكون هو الاساس عشان كده لو بصينا الى رسمه بس مجرد رسمه توضيحيه آه. لخيمه الاجتماع السلايتس ده بيورينا الخيمه كخيمه بيورينا من بره آه السور بتاعها م. وبعدين آه اول ما بندخل هنا هنا بنلاقي هنا مسبح المحرقه ده مسبح المحرقه اللي بيقدم عليه ذبايح وبعدين بنلاقي هنا المرحله اللي فيها ويتطهر وبعدين في آه زي آه مسكن بقى آه المسكن ده في آه غرفتين في غرفة أنا في الرسمة الثانية في غرفة هنا هي دي سميها القدس وفي غرفة أيضا داخلية وما بينهم آه آه حجاب آه آه بيسموه حجاب الهيكل آه الغرفة الداخلية دي خالص مع قدس الأقداس فيها تابوت العهد ودي ما بيدخلش ليها الا رئيس الكهنه مره في السنه م. انما الكهنه العاديين بيخشوا الى الغرفه اللي بتسمى القدس هنا اللي فيها ثلاث حاجات فيها المناره وفيها مائده خبز الوجوه وفيها مذبح البخور هنتكلم عن كل واحده من بالتفصيل. المكونات دي بالتفصيل م. لو لو حبينا نبص على واحنا داخلين خيمه الاجتماع م. نبص على المنظر العام انا حطيته كده صليب على شكل صليب على شكل صليب م. فالعابد اللي بيدخل مش ممكن يدخل الا من خلال الذبيحه المحرقه الذبيحه اللي بتقدم آه. كويس لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره م. ولو ما سفكش دم مش ممكن الغفران الغفران ياخذ مكان وبعد كده انه في المرحله اللي هي بتطهر بيها تغتسل انت بعد ما بتقدم الذبيحه محتاج وانت عايش على الارض رجليك بتتسخ انت بتغتسل لكن كمان في هنا ثلاث حاجات موجودين في خبز الوجوه وموجود مسبح البخور وموجود المناره. المسيح بالنسبه لي كمؤمن صار هو خبز الحياه. البخور يرمز الى صلوات القديسين صلوات مم. المؤمنين الشركه مع والمناره ترمز الى المسيح الذي صار بالنسبه لنا نور العالم نور العالم وبعدين بدخل الى ايه؟ بدخل الى تابوت العهد ده بقى اللي هو بجد القبول من خلاله انه انا مش موضوع للدينونه انا النهارده اذا اتشال الغطاء اللي على التابوت ده يقف الانسان مدان امام الله ونتكلم عن الجزء ده لكن انا بدخل الى عهد جديد الى شركه جديده الى بركه انه باركني بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح في المسيح يسوع ناخذ اول حاجه اللي هي تابوت العهد ويمكن م. سفر ال الخروج بدا بالترتيب ده بدا من جوه لبره يعني دايما احنا لما بندرس الخيمه بنبدا من, من بره المحرك. اللي جوه سفر الخروج بدا من من اللي هو هو كل جزء مهم م. لكن بدا مما هو اكثر قيمه واكثر اهميه للدار الخارجية. ال الى الى الدار الخارجيه فتابوت العهد يعتبر من اهم العناصر اللي موجوده في خيمه الاجتماع فخلونا ممكن نشوف فيديو ونقرا النص الكتابي ايضا معاه. وقال الرب لموسى فيصنعون تبوتا من خشب الصنت طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراعان ونصف. وارتفاعه ذراع ونصف وتخشيه بذهب نقي من داخل ومن الخارج تخشيه وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربعة على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان وتصنع عصوين من خشب الصند وتخشيهما بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها وتضع في التابوت الشهاده التي اعطيك وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراعان ونصف وتصنع كروبين من ذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء تصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مضللين بأجنحتهما على الغطاء ووجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجه الكاروبيم، وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع شهادة الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكاروبيم الذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. ممكن ناخد مكالمة تليفونية وبعد كده نكمل مع بعض ونستفيد في شرح الفيديوهات. معانا اتصال تليفوني الاخ زيتوني من تونس اهلا بيك. أهلا وعسام دكتور عزمي. اهلا بيك يا اخ زيتوني. عسامة اهلا بيك تفضل. وبيك انا بعزيك دكتور عزمي على الوالد رحمه الله ان شاء الله. اشكرك يا اخ زيتوني على مشاعرك الطيبة. آه، نرجو ان تكون في, في الجنه كما نقول احنا المسلمين ان تكون في الجنه آه، بحسب ايماننا الكتابي انه من امن بالمسيح ولو مات فسيحيا فهي في السماء في آه، البداية آه، آه، اقول في سؤالي آه، ايوه تفضل آه، هل الذي يقتل متعمد من قتل متعمدا آه. هل آه، انا اقرا الان من سفر في التكوين آه. عندما قتل قايين اخاه هابيل ايوه فقال الرب لقايين اين وكلم قايين هابيل اخاه وحدث اذ كان في الحقل ان قام قايين قام على اخيه هابيل ايوه فقتله فقال الرب لقايين أين هابيل؟ هل من المعقول أن يسأل الله أين هابيل؟ <applause> أنا أتكلم الآن عن القتل فهذا يسوع يتكلم أه سأقول يسوع اللاهوتي أه قبل أن يتجسد أه بالله عليك أه وأنت تتكلم عن موسى وعن الخيمة وأن الخيمة تقصد أنه يسوع أه 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 ليس هذا الموضوع ولكن عندما نقول تقول بان بالله هذا هذا الاله الذي يعلم الغيب الذي يعلم بان موسى سيقتل متعمد okay. دكتور عزيز وانتم في المسيحيه ليس لديكم اخطاء كبيره واخطاء صغيره okay. يعني الذي يسرق درهم كما 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 الذي يقتل so. هذا المسيحيه المسيحيه لا تعترف بالاخطاء الكبيره واخطاء صغيره أيوة. هناك انسان يسرق دينار كالذي يقتل او يقتل امه امه او يقتل أب... بالله في هذه حاضر اجاوبك حاضر حاضر شكرا اخ زيتوني بنشكرك على مداخلتك اولا بشكرك على مشاعرك الطيبه والاخ زيتوني دائما يعني صديق البرنامج بتسالني عن انه الله لما قال لقايين اين أبيل اخوك الاخ زيتوني يعلم جيدا وهو انا عارف ان هو يعني حتى لغته العربيه آه الفصحى آه دليل على معرفته بقواعد اللغه العربيه مم. ويعلم جيدا ان هناك انواع من الاسئله مم. يعني في سؤال استفهامي في سؤال استنكاري آه، وده كله بيطلع من سؤال تعجبي وتعجبي بيطلع وده كله وسؤال توضيحي تغضيحي. ده كله بيجي من القرينه يعني انا بعرف اذا كان ده سؤال كذا او سؤال كذا من القرينه ف فالله انه يقول لي قيين اين اخوك ليس معناه يا اخ زيتوني ان الله مش عارف حاشا للرب لانه الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله يعلم كل شيء أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت لسموات فأنت هناك إن كل شيء عريان ومكشوف أمام الله فالله كلي المعرفة دي ده دي الحقيقة دي اللي بنشوفها في كل صفحات الكتاب المقدس فلما يجي عند سؤال زي كده مش معناه إن ربنا مش عارف حاشا الله إنه يكون مش عارف لكنه معناه إنه ربنا عايز قايين يعترف بعملته مم. زي بالظبط انت بتكون حاطط حاجه في الثلاجه اخ زيتوني وبعدين ما بتلاقيهاش وعارف انه ابنك دون لقى الحاجه الحلوه دي وشفته. وكلها وشفته شفته كمان كويس فلما بتيجي تقول له هو مين اللي كال اللي كان موجود في الثلاجه انت عارف وشاف شفته انت عايزه يعترف بخطيته يقول لك انا اللي فتحت الثلاجه وانا اللي خدت دي وكلت مم. منها انه يعترف بخطيته لانه الاعتراف بالخطيه بيقود الى التوبه كويس وده بالظبط الاسلوب اللي ربنا اتبعه ايضا مع ادم وحواء يعني من اين انت مم. هو ربنا مش عارف ادم وحواء فين او مش شايفه ومش شايفه مم. مم. هل هيقدر ادم يستخبى ورا شجره و و وربنا ما يكونش شايفه حاشا لله لكنه هو عايزه ياتي ويعترف بخطيته ده ببساطه يا اخ زيتوني وانا عارف انك عارف الاجابه بس بتقاوح شويه معانا يبقى نوع السؤال أعلم هنا أن أنت يبقى أتعلم نوع تعلم الاجابه جيدا نقدر نقول ان نوع السؤال هنا ايه بقى بالظبط ده ده سؤال الغرض منه انه يسحب اعتراف من قايين مش بال مش بالشيء. الجهل مش بال بال الجهل بالمعرفه يعني, آه. يعني طيب آه نيجي لحاجه ثانيه شفنا تابوت العهد آه وليه ربنا بدا في في الخروج بالتابوت لانه اهم مكونات من مكونات خيمه الاجتماع م. التابوت ده مصنوع من خشب السنت المغشى بالذهب الخالص وطبعا يعني ده يرمز الى ناسوت المسيح ولاهوت المسيح م. في نفس الوقت لما نيجي نجد انه داخل التابوت كان في ثلاث اشياء ربنا قال لموسى كده تحط جوه التابوت ده ثلاث اشياء مهمين جدا، أول حاجة لو حي الشريعة اللي مكتوب عليهم الوصايا العشر. ثاني حاجة عصا هارون التي أفرخت وده بنقرأ عنه في سفر العدد وأصحاح 16 وأصحاح 17 أنه لما بعض من الشعب تمردوا على هارون وقالوا هو ربنا ما بيكلمش غير موسى وهارون أليس الله أيضا يكلمنا نحن فربنا يعني آه جمع عصيهم وافرخت عصا هارون على انه ده المختار من الرب. م. الجزء الثالث او العنصر الثالث اللي موجود في 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 التابوت هو بعض من المن اللي كان ربنا بينزله كل صباح لشعبه علشان يكون لهم كطعام في البريه. هذه الاشياء الثلاثه، الثلاثه دول الغريب جدا انهم ارتبطوا باحداث تمرد وخطيه من شعب اسرائيل تجاه الرب ال الل لوحي الشريعه ارتبط بالعجل الذهبي لما نقرا في سفر الخروج انه لما موسى نازل من على الجبل وشاف ان الشعب بيتعبد وبيزني عمل يكسر كسر لوحي الشريعه وبعدين ربنا ايضا ايه جعله يكتبهما مرتين فارتبطوا بخطيه شعب اسرائيل بكسرهم وللوصيه ولل للو الاولى للرب الهك لا تصنع لك تمثالا ولا تسجد لهن ولا تعبدهن م. كمان عصا هارون ارتبطت بتمرد بني كورح اتمردوا على هارون وعلى موسى ونتيجة كده انفتحت الأرض فيها وابتلعت بني كورح المن ارتبط بتذمر شعب إسرائيل احنا خرجنا من مصر عشان تموتنا فين الأكل وفين الشرب فربنا أعطاهم المن لكي ما يكون لهم طعام التلات أشياء دول كفيلين في حد ذاتهم بمواقفهم أن ينهوا على شعب إسرائيل مم. بدينونة دينونة الله واحدة منهم واحدة منهم التلاتة دول عشان كده التلاتة دول اتحطوا جوه التابوت واتحط فوق التابوت غطاء كويس هذا الغطاء هو غطاء الرحمه بيسموه ده ده, ده 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 ميرسي سيت او كرسي الرحمه كويس على هذا الغطاء يوجد الكاروبين الكاروبين ويكفر رئيس الكهنة مرة في السنة برش الدم على غطاء التابوت للكفارة عن عن الشعب عشان كده لما نيجي لكلمة كفارة في العهد الجديد كفارة في العهد الجديد أو في العهد القديم هي نفس الكلمة اللي تترجم كرسي الرحمة The mercy seat الغطاء والمسيح يسوع صار كفارة وهو كفارة من اجلنا بروبيشيشن يكفر عن خطايانا بموته كفر عن خطايانا بسفكه للدم كفر عن خطايانا عشان كده يقول لنا في يوحنا واحد واصحاح اتنين وعدد واحد اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطا احد فلنا ايه شفيع عند الله يسوع المسيح وهو كفاره ليس من اجل خطايانا فقط بل من اجل خطايا العالم اجمع المسيح صار لنا كفاره بدمه تابوت العهد وهذا هو اهم ما بالضبط يعني من حيث الاهميه وتابوت العهد ده كان يدخل رئيس الكهنه مره واحده في السنه لكي يكفر عن خطايا الشعب مم. يعني مره واحده هو الوحيد اللي يدخل الى قدس الاقداس يوم الكفاره العظيم هل في فيديوهات توضيحيه اخرى آه. نتكلم عن مائدة خبز الوجوه مائدة وهنا خبز. احنا بنرجع الى مكان القدس بقى اه كويس وبنجد في القدس احنا تلات... كده طالعين بره طالعين بره القدس الاقداس جوه في التابوت وبعدين بره بعد ما اعدي الحجاب دون. بجد تلات حاجات بيفصل ما بينهم حجاب بيفصل بينهم حجاب م. وده الحجاب اللي انشق في موت المسيح م. من اعلى الى اسفل كويس بنجد ثلاث ح... في النص بنجد آه المسبح البخور وعلى اليمين بنجد مائدة خبز الوجوه وعلى الشمال بنجد المنارة الذهبية فخلينا نشوف مائدة خبز يعني الوجوه يعني قدس الأقداس بيتكون من ثلاث حاجات من ثلاث أشياء في ثلاث أشياء مم. آه. فنشوف المائدة خبز الوجوه وتصنع مائدة من خشب الصند طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف وتخشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها أربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائمها الأربع، عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة وتصنع العصوين من خشب الصن وتخشيهما بالذهب فتحمل بهم المائدة وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائماً بنشوف هنا مائدة خبز الوجوه في الخيمة بتوجد ثلاث حاجات كانوا موجودين أو أو دايماً بيبقوا موجودين للإشارة إلى بني إسرائيل. م. كويس؟ أو بيمثلوا بني إسرائيل جوه خيمة الإجتماع. م. أول حاجة بنشوف على في ثياب رئيس الكهنة في حجرين على كتفه حجر من هنا وحجر من هنا منقوش عليهم ها أسماء بني إسرائيل. فكان لما بيدخل رئيس الكهنة كأنه بيحمل ال 12 سبت الى الى محضر الرب حاجة تانية كان على صدرة رئيس الكهنة أيضا رئيس الكهنة كان عليها حجرين بأسماء أو 12 عشر حجر موجودين ستة وستة مكتوب عليهم كل حجر مكتوب عليه اسم سبط من أسباط بني إسرائيل ودي بتشير لحاجة بتشير إلى أنه بيحمل بني إسرائيل إلى 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 حلد محضر, حلد محضر الله ره. كويس <applause> الحاجة الثالثة اللي بتشير إلى بني إسرائيل كانت 12 رغيف من الخبز موجودين على المائدة كويس وكانوا بيتغيروا كل أسبوع ومحدش يقدر يأكل هذا الخبز إلا الكهنة يعني غير مسموح للشعب أنه يأكل الخبز بتاع الأسبوع اللي فات اللي ياكله هو الكهنه مره واحده بس داود, داود. لما جاع م. دخل واخل هذا الخبز وداود لانه ممسوح من الله كملك فهو مسموح له فال12 خبز دول يشيروا الى اسباط بني اسرائيل عشر الخبز هنا بيشير ايضا الى يسوع المسيح اللي اعلن عن نفسه انه انا هو خبز الحياه هو الغذاء هو الخبز خبزنا النازل من السماء بالضبط لانه ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان. الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم م. الله في العهد القديم كان على المائده 12 رغيف يمثلان أسباط بني اسرائيل 12 م. ليه لان كل سبط احتفظ بتميزه يعني سبط راوبين وسبط الله وسبط شمعون وسبت يهوذا كل سبط احتفظ بتميزه بينما في العهد الجديد بقى نحن خبز واحد م. نحن جسد واحد ليه؟ لاننا ناكل من الخبز الواحد. م. فأي نعم احنا جايين من من اماكن مختلفة ومن جنسيات مختلفة، يعني من كل قبيلة ومن كل شعب ومن كل لسان، الا اننا كلنا اشتركنا في الخبز الواحد، جسد يسوع المسيح، فصرنا جسد واحد، كنيسة يسوع المسيح. الجسد الواحد، الشعب الذي يجمعه الله المؤمنين بالمسيح اللي عبد واللي حر، اليوناني واللي يهودي، الرجل والامراه، الغني والفقير كل الاشتراك. كله صار بالايمان بالمسيح جسد واحد لاننا ناكل من الخبز الواحد شخص يسوع المسيح له كل ده بخصوص مائده خبز الوجوه ده بخصوص مائده خبز الوجوه نروح للمنارة؟ نروح للمنارة الذهبية بقى. المنارة الذهبية دي كانت بتنير وعليها انها تنير كل الوقت والكهنة كان لازم يعملوا باستمرار ان يحطوا الزيت علشان تبقى طول الوقت منورة. نشوف الفيديو بتاع المنارة. وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها تكون كاساتها وعجرها وأظهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة في الشعبة الواحدة ثلاث كاسات. لوزية بعجرة وزهرة وفي الشعبة الثانية ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهرة وهكذا إلى ست شعب الخارجة من المنارة وفي المنارة أربع كاسات لوزية بعجرها وأزهارها وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت الشعبتين منها عجرة إلى ست إلى ست الشعب الخارجة من المنارة تكون عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي وتصنع سروجها سبعة فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها وملاقتها ومنافضها من ذهب نقي من وزن ذهب نقي تصنع من جميع هذه الاواني. فانظر فاصنعها على مثالها الذي اظهر لك في الجبل. يعني حتى ربنا اظهر لموسى هذه المثال فبتزي المثال اللي ربنا اظهره لموسى وهو على الجبل لابد ان يصنع المناره. المناره بتشير الى شخص الله اللي هو النور نور العالم الرب نوري وخلاصي والرب يسوع قال عن نفسه انه انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه وقال على المؤمنين ايضا انهم نور العالم عشان كده لما نيجي لسفر الرؤيا اصحاح واحد م. بنجد انه المناير السبعه او الكنائس السبعه ايضا اطلق عليها بانها يعني مناير سبعه م. يعني آه آه ويشير سفر الرؤيا زي ما قلت الى السبع مناير فالمؤمنين هم نور العالم كما قال الرب يسوع م. والزيت في الكتاب المقدس في اغلب الحالات يشير الى الروح القدس الذي ينير الانسان المؤمن لكي ما يكون نورا للعالم لكن م. النور الحقيقي الذي ينير كل انسان هو شخص الرب يسوع له كل المجد مذبح البخور ناتي الى مذبح البخور وده يعتبر ثالث حاجة وده ثالث حاجة موجودة في القدس. في القدس, القدس في القدس اه في القدس الموجودة في القدس مذبح البخور نشوف مذبح البخور وبيصنع. وتصنع مذحباً مذبحاً مزح... لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه طوله ذراعان وعرضه ذراع مربعاً يكون وارتفاعه ذراعان منه تكون قرونه وتخشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليل على جانبيه على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين لعصوين لحمله بهما وتصنع العصوين من خشب الصند وتخشيهما بذهب وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث اجتمع بك فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ولا تسكبوا عليه سكيبا ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم قدس أقداس هو للرب وده بنشوف قد إيه البخور بيشير إلى الصلوات يشير إلى الشركة والعلاقة مع الله وكمسيحيين الكتاب بيقول لنا كمؤمنين ان احنا نصلي بلا انقطاع نصلي كل حين ونصلي بلا انقطاع م. يقول الرب لموسى والبخور التي تصنعوا على مقاديره لا تصنعوا لانفسكم يعني البخور اللي تحطوا على المسبح ما ينفعش تصنع منه عشان تاخد منه لبيتك او تدي للناس ده ده وصفه معينه جدا م. خاصه جدا وهذه الحقيقه تشير الى امران الامر الاولاني لا يمكن ان نصلي للرب على اساس استحقاقنا البشري لابد ان ناتي للرب على اساس ما صنع الرب وما أقروا الرب. يعني بدون سفك دم لا تحصل مغفره، وبدون يسوع المسيح الذبيح الاعظم مش ممكن ابدا اقترب الى الله، انه ليس هناك اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم يسوع. الصلاة ايضا لابد ان تكون لمجد الله، مش للبنفيت بتاعتنا الشخصيه. مم. حتى صلواتنا من اجل انفسنا لكي يتمجد اسمك عشان كده الرب يسوع لما علمنا قال لنا صلوا هكذا مم. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك انه انه شغلنا الاساسي وانشغالنا الاساسي هو بمجد الله وبملكوت الله نيجي الى مسبح نخرج المحر. الى بره بقى نخرج بره بره احنا بنخرج بره بره المسكن خلصنا المسكن اه. ندخل الى بره نجد المذبح المحرقه. اول حاجه بتقابل العابد هو مذبح المحرقه اللي بتقدم عليه الذبائح كلها. نشوف هنا بيقول لنا ايه؟ وتصنع المذبح من خشب الصند طوله خمسه ذراع وعرضه خمسه ذراع. مربعا يكون المسبح وارتفاعه ثلاثة أزرع وتصنع قرونه على ذوايا الأربع منه تكون قرونه وتخشيه بنحاس وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره جميع أنيتي تصنعها من نحاس وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من نحاس، وتصنع على الشبكة أربع حلقات من نحاس على أربعة أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح، وتصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب الصن، وتخشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يُحمل. مجوفا تصنعه من ألواحه كما أظهر لك في الجبل هكذا تصنعونه بداية في ملاحظة لاحظتها يعني من بعد ما طلعنا من بره الـ الـ القدس وقدس الأقداس بكل بكل مكوناتهم كلها بالذهب من جوه من جوه قدس الأقداس بالثلاثة تابوت العهد بالثلاث مكونات اللي جواه وقدس الأقداس بالثلاث حاجات اللي حضرتك شرحتهم كله ذهب ليه لما طلعنا دلوقتي عند مذبح المحرقه كله نحاس لانه النحاس يشير الى الدينونه وانت بتقدم المحرقه كان المحرقه دي تحمل الدينونه بتاعتك النحاس يشير الى الدينونه في الكلام المقدس مش كده لابد انك تصنع تصنع هذا المذبح الذي يحمل الدينونه من النحاس امم يعني ما كانش ينفع ذهب ده لا لا مم. لازم ياخد النحاس. اه. في تليفون في آه. مكالمة آه. تليفونية معانا. الأخ أبو مهند أهلا بيك. مساء الخير. أهلا أهلا أبو مهند. أهلا بيك، تفضل. يا آه. لدينا مداخلة وسؤال بسيط. اه تفضل. تفضل في سمح. تفضل. في الوصية الثانية شو تقول وصية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة شيء ما في السماء مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في المياه من تحت الأرض لا تسجد لها ولا تعبدها لأني أنا الرب إله لكن لو أراد الله بهذه الوصية أن يمنع استعمال أي صورة كما يزن بعض الناس فكيف قال بعد ذلك لموسى اصنع كروبين من ذهب من من ذهب صنعت تصنعهما على طرفي الغشاء. امم. افلعل الله قد ناقض نفسه لكن آه. حاشا ان يكون ذلك. طيب جميل. اوكي آه. خليني عليك. خليني اجاوب على السؤال ده بتاع حضرتك. كويس. أولًا أولًا الكاروبيم ليست آلهة أو أوثان بس الكاروبيم في الكتاب المقدس تشير يعني أول أول ظهور للكاروبيم إنه ولهيب سيف متقلب لما وكاروبيم حراسة الجنة عشان الإنسان ما يرجع لهاش تاني آه، كمان بنجد الكاروبيم كنوع من الملائكة هم خدام خدام لله فهو هو هنا مش بيصنع تمثالًا لآلهة م. هو هنا بيصنع رمز للكفاره للتكفير عن الانسان انه من خلال انه الكاروبيم الباسطين اجنحتهم ومظللين ده بيرمز الى الى إنه, انه 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 الطريق لله بيتفتح مره ثانيه والطريق الى الشركه مع الله بيتفتح مرة تانية من خلال الدم الذي يسفك ويرش على غطاء غطاء التابوت لكنه ليس تمثالا وما كانش الناس بتعبد هذا التمثال لو كان تمثال كانت اتحط بره كان الناس تعبده ولكن ما كانش يدخل رئيس الكهنه مره في السنه والناس مش شايفاه م. فهو شيء غير مرئي للناس اللي يشوفك بس كان رئيس الكهنة مم. وهو رمز إلى أنه الطريق مرة تانية من خلال الدم اتفتح للشركة وللعلاقة مع الله ولكنه ليس تمثالا فالله لم يناقض نفسه شكرك يا ابو مهند شكرا اخ أبو, ابو مهند على مداخلتك المسبح طبعا بدون سفك دم لا تحصل مغفره مش كده اول حاجه بنجدها بيجدها العابد هي ايه مش ممكن ابدا تتمتع بالشركه مع ربنا بدون ان غفران للخطايا طب ازاي الخطايا تغفر من خلال الدم. عشان كده ال ال الكتاب المقدس ال ال الفكر الاسلامي يختلف عن الكتاب المقدس في جوهره من في نقطه الكفاره. هو ما عندوش كفاره، هو مش قادر يقبل الكفاره. كويس؟ وبيقول انه الله انا اخطات في حق ربنا فاقول لربنا سامحني وهو يسامحني. كويس؟ لكن ما عندوش ان اجره الخطيه موت وما عندوش ان الله عادل وانه عدل الله يتطلب انه الانسان يدفع ثمن خطاياه. كويس؟ لكن في الكتاب المقدس الله عادل زي ما الله محب هو عادل ومش ممكن ابدا عدل الله يغطي على رحمته او محبته او محبه الله تغطي على عدله. وعشان كده من من الاول من البدايه من البداية ان اجرة الخطية موت طيب اوكي انا اخطأت في حق ربنا يبقى انا لازم اموت لكن الله محب الله مش عايزني أموت الله أوجد البديل نيابة عني اللي يموت نيابة عني في العهد القديم كانت الذبائح كويس اللي ترمز إلى ذبيحة المسيح في العهد الجديد الرب يسوع الذي صار لنا ذبيحة كده لما نقرأ خليني أقرأ الجزء ده ونقول إيه لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله الى العالم بيتكلم عن الرب يسوع م. يقول ذبيحه وقربانا لم ترد ولكن هيات لي جسدا هذه الذبيحه الكامله بمحرقات وذبائح للخطيه لم تسر ثم قلت هانذا أجي في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله اذ يقول انفا انك بذبيحه وقربانا ومحرقات وذبائح للخطيه لم ترد ولا سرت بها التي تقدم حسب النموذج ثم قال هانذا اجيء لافعل مشيئتك يا الله ينزع الاول لكي ما يثبت الثاني بهذه المشيئه نحن مقدسون ايه بقى اللي قدسنا احنا كمؤمنين بتقديم جسد يسوع المسيح مره واحده يبقى إيه المسيح قدم جسده نيابه عنا على الصليب مره واحده وبهذه المشيئه انه المسيح قدم نفسه بهذه المشيئه نحن صرنا مقدسين كمل الجزء ده في عبرانيين تسعة، م. واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنه للخيرات العديده فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقه وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا يبقى رئيس الكهنه كان زمان بيدخل بالذبيحه كويس النهارده رئيس الكهنه الرب يسوع المسيح دخل, دخل بذبيحة نفسه لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد وعجله مرشوشه على المناجسين يقدس الى طهاره الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي. الحقيقه الوقت جري بينا <applause> ولسه ما خلصناش الخيمه بالكامل بكل ما فيها، لكن هنكمل اكيد. اكيد. احنا وقفنا عند مذبح المحركه. وهنكمل بعد كده هنشوف المرحلة لحد الباب, الباب الدار أجل. الخارجية بشكرك دكتور أشرف على أجل. كل ما قدمته لينا في هذه الحلقة الرائعة بشكركم مشاهدينا الكرام في كل مكان على متابعتكم وعلى استفساراتكم وأسئلتكم رسلونا تواصلوا معنا في الحلقة القادمة في أي استفسار حوالين النهاردة في أي سؤال أو تكملة قيمه الاجتماع في الحلقه اللي جايه صلوا من اجلنا والرب يكمل معاكم الى ان نلقاكم في حلقه قادمه أمين. لكم مني كل الشكر امين